والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اصحاب، اخباركم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بالف خير. جانا النهارده فيديو جديد وهو عن خيارات المطور، او بالاخص الدي بي اي. ايه المميزات اللي الدي بي اي هيقدمها لك، وهل هيخليك بسرعه البي سي، الفوائد والاضرار وزياده الحساسيه، كل ده هنشرحه في الفيديو ده مع بعض. قبل ما تعرف ازاي تشغل الدي بي اي، عايزك تفهم الدي بي اي ده هو ايه. الدي بي اي ده رقم يعبر عن حساسيه الموبايل، يعني يعتمد على حجم الشاشه. يعني مثال بسيط في البداية، عمر دي بي اي التابلت ما يبقى زي دي بي اي الهاتف، بيختلف اكيد. دي بي اي التابلت اعلى، يعني مثلا هنفترض ان حجم الشاشة بتاعك 6 بوصة، في كل، لو دي بي اي الهاتف الاساسي 392 مثلا، يبقى في كل بوصة 392 بكسل. يعني انت صاحب دلوقتي ساعة ما تزود الدي بي اي هتزيد معاك الحساسية. ايوه هتزيد الحساسية، تحس بفارق كبير. فالزيادة دي هتحسن معاك ايه؟ هتحسن دوران الشاشة، هتبقى زي البرازيليين وافضل، وممكن توصل لسرعة البي سي. بالنسبة للاضرار، لا قدر الله، يعني ممكن لو انت زودت الدي بي اي جامد، او زودت الدي بي اي مثلا فوق بالنسبة لهاتف شاومي، لا ينصح انك تزوده عن 500. المهم لو زودت الدي بي اي، ممكن مش مع كل الناس، تجلب التليفون يجلب معاك شاشة سودة ويعوز سوفت وكل بياناتك تضيع. يعني ليه الكلام ده كله؟ لان الدي بي اي بيعمل ضغط على الموبايل. زي ما انتوا عارفين، انت حجم البكسل ده بتبقى الشاشه هي عاملاه متناسب، الموبايل الهاردوير اللي انت ماسكه، السوفت وير اللي هو الدي بي اي وزي الحاجات دي. فتلاحظ انك مثلا في التطبيقات بتاعت الجهاز، كل ما تزود الدي بي اي كل ما حجم الايقونات والخط صغار. بالنسبه للالعاب لا، مش بتفرق معاهم. ونيجي النقطه دلوقتي، هل الكل يشغل دي بي اي؟ لا، الدي بي اي ده بس حاجة علاجي كده للناس اللي هي مش راضية عن السرعة، او حاسة ان هي موبايلاتها بطيئة، او هي بجد موبايلاتها بطيئة. ده الدي بي اي هيكون علاج ليه. اما انت واحد لو سرعة الموبايل بتاعك حديث وسرعته ممتازة وكل حاجة، لا ما تزودش الدي بي اي عشان تتجنب الاضرار بتاعته. ودلوقتي ممكن واحد يقول لي في التعليقات مثلا، ايه افضل دي بي اي بالنسبة لك؟ هو افضل دي بي اي بالنسبة لاي شخص المفروض انت اللي تحدده. يعني انت تبدأ تزود 30 او 50 كده لحد ما توصل الحساسية المناسبة ليك، تمام. بس لو انا بنصح بحاجة، بالنسبة لموبايلات شاومي ما تزودش عن 500. سامسونج والموبايلات التانية دي برضه عندك 800 اخرك، تمام. نيجي دلوقت ازاي نشغل خيارات المطور اللي من خلالها هنزود الدي بي اي او ننقصه براحتنا. ونبدأ بطريقة التشغيل يا شباب. هتدخل على اعدادات الموبايل عادي، وبعد كده على حول الهاتف، وبعد ما تدخل على حول الهاتف هتضغط على اصدار ام اي واي دي، هتضغط 6 مرات ديت. لو انت موبايلك سامسونج ولا حاجه، او اي نوع من الانواع التانية غير شاومي، هتلاقي رقم الاصدار. بعد كده في شاومي هتنزل على الاعدادات الاضافيه، هتلاقي فيه خيار زاد عندك اللي اسمه خيارات المطور. هنضغط على خيارات المطور، هننزل تحت جامد تحت لحد ما توصل عند حاجه اسمها اصغر عرض. خليك حافظ الدي بي اي بتاعك الاساسي عشان بعد ما تغيره ترجعه تاني بعد ما تخلص لعب. ودلوقتي شباب نكون شرحنا الفوائد والاضرار، وهل ايه اللي الدي بي اي هيقدمه لك، يعني ايه الامتيازات اللي هو هيقدمها لك، اللي هي زياده في الحساسيه زي ما قلنا، ويا بخت بتوع ايفون مش محتاجين يعملوا دي بي اي. ومع نهايه الفيديو يا شباب، عاوز اوجه لكم رساله ان شاء الله. اي فيديو بنطلب منه في التعليقات هنعمله، بس عمليه صبر بس. واي واحد عنده طلب يا ريت يكتبه مره واحده بس، انا ببص على كل التعليقات. ومع نهايه الفيديو، اتمنى اللي هو انت كمشاهد تكون طلعت بحاجه مفيده. ولو عجبتك القناة اشترك واعمل لايك للفيديو، وشير الفيديو كده مع اصحابك لو هم عاوزين يزودوا الحساسية بتاعتهم او يحترفوا. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.